ما سبتش ليه؟ يا عم الله يكون في عون اللي شغالين معاها، ده ربنا يهداها شويه. ما لو كنت شفت ايام ما كان خالها وزير الخارجيه. هي دي عليها علامه دي؟ ايوه، ده كانت بتشرب بلاطه بدل لبن وهي صغيره. الله، صباح الخير يا سلمى. صباح النور يا مدام. مالك بتعيطي ليه؟ عندكوا جنازه ولا ايه؟ مفيش جنازه ولا حاجه، دي مشكله مع جوزي. ليه، ضايقك في حاجه؟ اتجوز واحده غير، راجل قليل الاصل. والراجل ذنبه ايه؟ الراجل اللي يعرف واحده ست غير مراته ويتجوزها كمان يبقى مش غلطان يا سلمى، تبقى هي اللي غلطانه وتستاهل، لان هي اللي ادته الفرصه علشان يعمل كده. الراجل لو قعد في وسط مليون واحده ست وهي عينها عليه كويس قوي واخده بالها منه كويس قوي، مش ممكن ابدا يرمش بعينه كده ولا كده. انا مثلا يا سلمى متجوزه استاذ كبير قوي في كليه الحقوق وعنده بنات حلوه كتير قوي ومراهقات، لكن مش ممكن ابدا يبص لواحده منهم. انت عارفه ليه؟ عشان بيحبني انا. صباح الخير. موضوع محاضره النهارده هو الجريمه. الجريمه بشكل عام مجرم، يعني اي جريمه بدون تخصيص. ودلوقتي مفيش قدام مننا غير المذكره المرفوعه من الدكتور سامي ابو النصر رئيس قسم القانون الجنائي بترقيه الدكتور سليمان عبد الباسط المدرس بالكليه الى درجه استاذ مساعد. في الواقع انا متابع سليمان وهو لسه طالب بالكليه. كف ممتاز على خلق، عقليه قانونيه، وبعد تخرجه بتفوق وتعيينه مدرس مساعد اثبت ان هو محاضر اكثر من كفر. كما ان موضوع رساله الدكتوراه اللي حصل عليها اخيرا بدرجه امتياز تعتبر مرجعا قانونيا في القانون الجنائي. المشرع نظر الجريمه، نظرها، وذلك بان جعلها تتكون من ثلاثه اركان. ثلاثه، لابد من اجتماع الثلاث اركان دول لتكون الجريمه. الركن الاولاني هو الركن المادي، الركن المادي. الركن الثاني هو الركن المعنوي، الركن المعنوي. الركن الثالث هو عدم الشيوعيه، بمعنى عدم الشيوع، ما تكونش شيعا. النهارده هنتكلم عن الركن الاولاني الا وهو الركن المادي في الجريمه. صباح الخير. اهلا يا حليم. اهلا يا فندم. اتفضلي. تحت امرك يا فندم. انا عايزك في مهمه مستعجله. قوي. خير؟ رتبي نفسك عشان تسافر اسكندريه بكره الصبح. ليه؟ خير ان شاء الله. ولي عهد هولندا هيوصل اسكندريه باليخت بتاعه بكره حوالي الساعه 4، وانا مش لاقي غيرك عشان يكون مسؤول عن الامير وعيلته في رحلته السياحيه دي. انا متشكره جدا يا فندم على ثقتكم فيا. مبروك، مجلس اداره الكليه وافق على المذكره الخاصه بترقيتك لاستاذ مساعد. مش فاضل غير موافقه مجلس اداره الجامعه، ودي مساله شكليه. الف مبروك دكتور سامي. في الواقع يا فندم انا مش عارف اشكر سيادتك ازاي. انت تستاهل كل خير. الكليه كسبت شاب ممتاز، عقبال ما هنيك بحاجه اكبر من كده. انا متاكد انك هتكون حاجه كبيره قوي يا سليمان. السابع من الأدوار الكويسة أوي حقيقة.